أحداث شغب الملاعب في نهاية الأسبوع اللي حصدت مجموعة من القتلى والجرحى في صفوف الشباب اللي استهوتهم فقط الكرة المستديرة. في هذا الإطار غناخذوا رأي الشارع المغربي. بالخصوص الجمهور ديال نادي الرجاء البيضاوي، سمعنا مقتل ثلاثة ديال الأشخاص، يعني هذا الشيء يعني كي ما تيعجبناش حنا كشباب صاعد. حتى حنا كيعجبنا كرة القدم، حتى حنا كنتفرجوا في كرة القدم، ولكن كرة القدم عمرها كانت يعني خصم بين فريقين، بل هي رياضة. بالنسبة لذلك الشيء اللي وقع في المباراة ديال الرجاء الرياضي البيضاوي كونتر شباب الريف الحسيمي، كانت أحداث صادمة. الآباء ولا الأمهات يتركوا الأولاد ديالهم يمشيوا للملاعب، أنها شي نتائج ما يمكنش تشوفها. كتشوف الناس كيموتوا وكيطرى لهم بزاف المشاكل، عاد تيبقاو يتاسفوا الوالدين. كنلقاو بان الام فاش كتصيفطو ولدها يتفرج في ماتش الكره، يعني كتشوي يا يرجع يا ما يرجعش. قال لك القاصرين ما يمشيوش، او هاد القاصرين كيفاش دخلوا؟ فينا هما الناس؟ فين رجال الامن؟ فين المسؤولين؟ فين القضيه هذه؟ الدراري الصغار ما خصهمش يمشيو، الدراري اللي صغار مع الاباء ديالهم، يكون واحد مسؤول، الاباء ديالهم يكونوا مسؤولين عليهم. الولد غادي بزيرو درهم حتى للتيران وداخل، اش غادي يدير؟ غادي يدير الفوضى. هذه مساله كيتحملوا المساله ديالها الوالدين، لان هذه كره ماشي الشغب. عام ما بقاتش كره، هذه ولات الروينه دابا. ولهذا اختي الوالدين شويه والسلطه شويه. الشغب الملاعب هي هوايه عند بعض الناس، ماشي كيديروها عفوان ولا شي على علانيه. ممكن شي دراري اللي مبلين دارو خصو يمشي يدير الشغب، يرس كراسه، هذا حتى الوالدين ما مربينهمش اصلا. واصلا كاين خص تكون حمايه الشلطه وعقوبه من السلطه، بس يلا شويه تاثروا بها. لا حلول غير ناجحه، يعني حبسنا الجمهور، حبسنا ما يحضرش التيران، بعد ما تيحضر تيعاود يدير الشغب، يعني هذا الشيء زعما كيحز في النفس. اللي كنبغيو نوصلوا للراي العام هو خصو يكون نظام في وسط الملاعب، راه خصو يكون نظام باش تمشي الامور مزيانه. وحتى بالنسبه للقصيرين راه ما يمكن لهمش يدخلوا، راه كيموتوا الدراري صغار ما عاملين والو، ما زين يتفرجوا الكره. عايز دقه اللي مليح في الحبس، اللي مليح في السبيطار. ولا لاحظنا فد المباراه ديال كره القدم، كنلاحظوا بان الشباب او قل من 18 سنه او 18 20 هما تيديروا الشغب. يعني علاش ما نرفعوش مثلا من السن ديال هاد الناس ما يحضروش للتيران؟ نلقاو حل ما بين كاع لي زوج طرا باش يكونوا فاهمين بعضياتهم، باش الا تفاهموا بعضياتهم كاملين اي طرا تولي كتجي لاي مدينه واحده اخرى ما يكونش مشكل، يكون ترحاب من الجمهور الاخر. ديال تخا من الاحسن يتفككوا، ولا يكون تجمع على تخا وحده، يعني يكون فكر واحد باش ما بقاش يوقعوا داك المشاكل ديال التناحرات بين الجمعيات. يكون شي ناس بعقلهم هما اللي يجيروا في لي زيلتخا. الكره المفروض اللي خاص الناس تكون بعقلها، قص التيكيت نتاعها، ما يتعبوش الناس، ما يتعبوش غيرهم. مش هكا فريق خسر وهكا فريق ربح، تو قل لي ودادي ولا رجاوي مش مغربي؟ الجنسيه ما يملكهاش مغربي، المملكه المغربيه. رجاوي، لا انت رجاوي، لا انت ودادي، هذا تخربيق. ولذلك اللي قال لك اللي عنده عقل، عنده عقل، خاصك كملت ساليه الماتش سير في حالك. الرياضة كلها أخلاق، وخصنا نزيدوا القدام هذه البلاد، خصنا نزيدوا بها القدام، ماشي نبينوا داك الشيء راه ما صالحش لهذه البلاد كلها. وزايدون الله يهدي هاد الشباب، الله يهديهم يفكروا في المستقبل ويفكروا في جميع الحلول ديال البلاد. الله يهدي الوليدات ديالنا، والله يهدينا ونطلبوا لهم الهداية. هادشي غنقول لك هذه أخي. كفانا من الشغب ونكونوا نبقاو كرياضة ويكون عندنا روح رياضية. كانت هذه بعض آراء المواطنين حول شبح شغب الملاعب اللي حول لعبة اللي ممكن كنستمتعوا بها إلى مسرح للجريمة والقتل. إلى موعد لاحق كنقول لكم إلى اللقاء.